بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كده بشكر الدكتور خالد على الدعوة الكريمة وبنهنئه على نجاح المؤتمر، وطبعا يعني من أروع المؤتمرات واحد بيحضرها، دايما فيها ساينتفك ماتيريال عالية جدا، ولازم كل فيه في كل محاضرة كده ما شاء الله هنت. فبالتوفيق دايما دكتور خالد ومن تقدم. احنا هنتكلم عن انترفيرشال الترا ساوند، واتمنى يعني ان احنا نبقى عندنا بيز عن الالترا ساوند بس عشان نخش في الادفانس دي. اول حاجه في الانترفينشن الترا ساوند، امتى اعمل وامتى ما اعملش، يعني البريكوشنز اللي هتعملها ايه. هو البليدنج بروفايل، البليدنج بروفايل بتاع العيان، هستوب الاسبرين اخر جرعه ما ياخدهاش، لو بليتلت بتاعته اقل من 70,000 ما ياخدش، لو اقل من 50,000 هياخد بليتلت. الحاجه الثالثه، لو بياخد بلافيكس يبطل 5 ايام قبل البروسيديورز. برضو اللي هو موليكولار هيبرين او الهيبرين بيتوقف برضو اخر جرعه ما ياخدهاش. طبعا البريكوشنز اللي بناخدها كومبليت ديسكريبشن للعيان، انت هتعمل ايه. طبعا كل الفيلد اسيبتيك، كومبليت اسيبتيك كونديشن للفيلد كله، وبعد كده حتى كل الادوات اللي بنستعمل. طيب انا اشتغل امتى، يعني بريدنج بروفايل بتاعتي او البارامترز بتاعتها اللي هتشتغل عليها ايه. الاي ان ار بتاعي ما تقلش عن 1.3، سوري ما تزيدش عن 1.3، البليتليت ما تقلش عن 70,000، بروثرومبين تايم وكونسنتريشن ما يقلش عن 50,000. طب هل في سبيسيفيك كونترا انديكيشن؟ السبيسيفيك كونترا انديكيشن انت هتشتغل على وان لونج، يبقى كوست بينفيت ريشيو عن سيفيرلي ديستريسد او ان ريسبيراتوري فيلير، يعني ان كوبريتيف بيشنت كل شويه بيتحرك، هيدخل نفسه في نيمو، هيدخل نفسه في هيموثوركس، يبقى برضو كوست بينفيت ريشيو. اشهر كومبليكيشنز ايه؟ النيموثوركس لو انا داخله في لانج، الهيموثوركس لو دخلت بلاد فيزل، الفازوفيجل لو في بين ومش مديه جود لوكال انستيزيا. الحاجة اللي مشهورة قوي عن أي حاجة انترفينشنال إن هو السيدينج ألونج ذا تريك، لو هي مالجننت وأنا باخد بايوبسي بأي طريقة سواء كان سيرجيكال أو إيمج جايدنج، إن السيدينج. طب أشهر حاجة بيحصل فيها السيدينج هي الميزوسوليوما. طب الريت قد إيه؟ أقل من 5% سيدينج، وده ريت أقل كتير من السيرجيكال. قبل البروسيديورز ما تبدا، العانه تحط في البروبر بوزيشن اللي هيديك احسن فيو. بعد كده العيان يتحدد اكتر مكان هيديني ييلد كويس، يعني لو كان بلورا اكتر مكان في السيكنينج، لو كانت ماس اكتر مكان ما فيهوش نكروتيك تيشو. يبقى اول حاجه البروبر سايت، اكتر مكان في اكسبوجر كويس، اكتر مكان هيديني ييلد كويس، ابعد عن اللانج بارينكما وابعد عن البلاد فيزلز. بالدوبلر شايفه البلاد فيزل كويس قوي، لانج بارينكما قدامي شايفاها كويس قوي، الحتت الكويسه اللي هقدر منها بعيد عن نكروتيك تيشو او البلوره، اكتر مكان في سيكنينج لو انا هاخد من البلوره انا حضرت العيان قبل ما اخد القرار. طب انا المفروض انا الايمج جايدنج دي ايه الانديكيشنز بتاعتها؟ اي ليجنز على الشيست وول كويس قوي ان انا اخده سونار جايدد. البلورا الايديال ليها هي الالترا ساوند، لان البلورا از سوبرفيشال ستراكشر، في الغالب بشتغل في افيوجن يعني وجود ميديا للالترا ساوند، فيري انفورماتيف فور ذا بلورا، يعني هتقول لك في افيوجن ولا لا، نوع الافيوجن، هتديك كمان الكوز لو هو موجود هتديهولك، هتديك كمان دايجنوستيك وثيرابيوتيك، وهنعرف دلوقتي. يبقى البلورا من الايديال فور انترفينشن الالترا ساوند. طبعا الالترا ساوند في البلوره هتركب بيها مش بس دايجنوستيك، هتركب بها دريننج تيوبس، والدريننج تيوبس دي هتدخل بقى تحقن فيها بلورديسز، لو هتحقن فيها فايبرينوليتيك سابستان هتدرين بها، بس كل دي حاجه. الحقيقه الالترا ساوند وهيجي في الشرايح اللي جايه ان في الامبايما لها هاي فاليو في الامبايما زي ما هنشوف.
طب هل اللانج بارينكما لها يعني الالتراساوند تشتغل في اللانج بارينكما؟ ايوه بتشتغل في اللانج بارينكما. وهنقول دلوقتي ان انت لو عندك بريفرال ماس بيتر واغبطنج الشيست وول بيتر ان انت تاخدها سونار جايدد ان بتشتغل في ريال تايم. يعني انت شايف قدامك الابره داخله قدامك عكس السي تي. السي تي بيحدد الاول البورت وبعدين يلغي الايمج خالص وبيخش بلايند بعد كده. كمان وقته قصير اقصر كتير جدا بتاع السي تي. بيقعد يحدد الاول البورت اللي هيعمل فيه وقت ولو هيحقن سابق كله بياخد وقت تايم كونسوم. ارتا ساوند حاجه بيتسايد تيست انه تايم ان ريال تايم يعني شايف قدامه كل حاجه الابره داخله فين باني طول داخله فين مكان بالظبط. يبقى الريال تايم والتايم كوست يعني انت موفر وقت عليك لو بريفرال لانج ليجنز. ممكن اخد في الكونسوليديشن اللي انا مش عارفه سببه او هو نيمونيا ممكن اخد برده يعني تنفع في اللانج بارينكيما. وهنقول برده البركوشنز. طب هل الميدياستاين اللي له حظ معانا في السونار جايدد انترفنشنال؟ السونار الميدياستاينم بالذات لو في لو الماس عامله اكستنشن وبالتالي لو هي انتيرير ولاترال هتنفع قوي في الالتراساوند. البروكوشنز كده ان انا بحط بيلوس تحت الشوردر واخلي العيان في سوباين بوزيشن واشتغل سوبرا ستيرنال او باراستيرنال. الميدياستاينم طبعا الميزه اللي بياخدها من السونار جايدد الكالر دوبلر ان انت البلاد فيزلز مرسومه فهتعرف كويس قوي تبعد عن الريسك اوف هيم ميدياستاين. طيب نيجي على البلورة. هنشغل البلورة هيبقى ازاي؟ اول حاجة واشهر حاجة الصورة سينتيزيس. يعني هنعمل صورة سينتيزيس. قبل ما اعمل الصورة سينتيزيس السونار هيديك فكرة الاول في فيوجن ولا ساعات كمية الفيوجن تبقى سو مينيمال اصلا انا مش شايفها بالشيست اكس راي. فالسونار هيقولك في فيوجن لا. هيقولك ده انيكوك يعني اسود كله غطيس فده في الغالب هيبقى بنسبة 99.9% ترانس او هو اكس. ايه الحاجات اللي بتقول لنا ان ده اكس؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده. اول حاجه انيكو خالص اسود خالص كده ما فيهوش اي دوتس بيضة خالص ده في الغالب ترانس ولو ان 20% من الانيكو ممكن يبقى اكس. لا ده بتملى دوتس وبقى كونسوليديشن لايك كده لا ده اكس. بقى في ترابيكيوليشنز وسيبتيشنز كده ده اكس. لا ده في بلورال سيكنينج و و و ده اكس ويمكن يكون مالجننت كمان. يبقى اداني انفورميشن انا هعمل ايه. كلنا عارفين انديكيشنز للصوره سينتيزيس ان انا هريليف الديزنيا ان انا هو لوكيليتد فهدرين علشان انتيبيوتيك اشتغل هو امبايما من الاول فمست بي دريند كل ده او هو اصلا سسبيشس اوف مالجننسي فانا عايزه اشخصه. وطبعا لو مالجننت انا بريليف الديسني او هاخد مانوفر تانية زي بلوروديسيز او غيره. طيب احنا اتكلمنا عن الافيوجن المالجننت افيوجن. لو انت عندك بلورال سيكنينج اكتر من 1 سنتي او ده اللي هي الكوستال بلورا او دايفراجماتيك بلورال سيكنينج اكتر من 7 ملي في الغالب وبنسبه كبيره جدا ان ده مالجننت افيوجن. الامبايما 3 ستيجز. الستيج الاولاني الستيج الاكسيديتيف، الستيج الثاني اسمه فايبرينو بيريولنت، والستيج الثالث الاورجنايز. الستيج الاكسيديتيف هنلاقي فيها انترنال ايكوز، مش عارفه الصوره واضحه ولا لا، يعني دوتس بيضة جوه الانترنال ايكوز، والساين دي بيسموها بلانكتون ساين، اللي هي نلاقي انترنال ايكوز حاجات بيضة دوتس بيضة جوه الاسود. اول ما نلاقي السيبتيشنز واللوكيوليشن ده الفايبرينو بيرولنت ستيج. اول ما الاقيها اتكومت وعملت ماس لايك ليجن وبالعكس انا ممكن العين يجي لي في الستيج على طول وتبقى بالعكس ده يلخبطني اذا كانت يعني ده ماس ولا لا ده الاورجنايزنج ستيج. وبالتالي انا العين ده هدرين بس مثلا العين ده هدخل فايبرينوليتيك سابستانس العين ده ممكن يستجيب وممكن مش يستجيبش ويخش ديكورتيكيشن. يبقى كمان الستيج اوف امبايما والميثود اوف مانجمنت قدرت احددها بالالتراساوند. كمان الالتراساوند هيقول لك عندك هيم سوركس ولا لا. الحاجات الشائره في الهيم سوركس في الصوره حاجه اسمها باي لايرنج. باي لايرنج يعني تو دينستس مختلفين جامعه كده من الهاي سيلولاريتي البلد والهاي سيلولار تحت ويديك اللون الابيض واللون البلانكتون يعني اللون اسود ومنقط بابيض كده. فالبايليرنج البايليرنج الهيموسوركس
الهيماتوكريت ساين مع البلانكتون ساين تجمعته وما بعد تقول لك ان العيان ده إذ هيمي سوركس قبل ما تسحب يعني. ده هو عيان مليان سيبتيشنز اقول لك ان ده في الغالب انفلاماتوري، ده عيان ده فراجماتيك بلولا نوديوليشنز عامل زي الفستون دي كده، ده الليفر او السبلين، وده الدايفراجماتيك بلورا، وده الافيوجن، وده النيديولاريتي الى على الدايفراجماتيك بلورا، يعني ده معناها مالجنا. الحاجه اللي بيقولها مش بس بيقول لك ان في افيوجن، لا مش بس بيقول لك النيتشر في افيوجن والميثود اللي هتقدر بمانج بيها ولا لا، ده ممكن يحدد لك كمان رفلي كده بمعادلات خفيفه الافيوجن ده قد ايه. لو في معادلتين كده سهلين، انا اخترت اسهل حاجه الصراحه، ان العيان يبقى انت هتبذل عيان فمقعده في اريكت بوزيشن وحاتت الكونفكس بروب هنا كده على الاريا الاريا اوف ابوزيشن وموقفه لونجيتيودنال، هتلاقي المنظر ده قدامك، هتلاقي الليفر او السبلين على حسب المكان اللي انت فيه، وهتلاقي الافيوجن بقى والشيست وول. هناخد اقصى مسافه من الدايفرام لحد ايه اللنج، البيز بتاعه اللنج، وان سنتيمتر ان سنتيمتر ونضربه في 90 هيدينا رفلي كده الكميه قد ايه. العيان مش قادر يقعد ونايم سوباين بوزيشن، احط برده البروب بس المره دي هيبقى هوريزونتال، وهاخد من الشيست وول للبيز اوف ذا لنج اعرض مكان بالملي لتر واضربه في 20 هيديني برده كميه الافيوجن اللي هتتبذل قد ايه. ده فيديو سريعا كده، درينينج هو دلوقتي هيخش الاول، هو قبلها طبعا كان عامل صوره سونار ومحدد المكان اللي هيخش فيه والبيست سايد اللي بعد فيه عن اللانج برينكيما والموست ديبندنت والاريا اللي عايز يركب فيها. هيخش بالابره عادي، وهو بيخش بالابره سونار جايدد بعد عن اي ستراكشر مش عايزه، بعد عن اي فاسكليتشر الموست ديبندنت، حدد احسن مكان ودخل الابره اهوت عشان يخش عليها، وبعد كده هيشيل السن وهيدكك الجايد واير عادي خالص بالتكنيك العاديه خالص انه يركب بيج تيل او مهوكر. اهو هنا خلاص اهو تحط الجايد واير، وبعدين هيوسع ويركب عادي البيج تيل. كمان من البلورا نيموسوركس، يعني انا كنت في مانوفر او مش في مانوفر، بعمل صوره سنتيز، بعمل اي حاجه، في ساعتها انت بتقدر تحدد اذا كنت دخلت في نيموسوركس ولا لا عن طريق ازاي. اول حاجه هتلاقي الصوره قلبت معاك كلها خطوط بالعرض كده، ايه لاين من كلمه اير، كل الخطوط بتبدا تملى الشاشه، خلاص انا دخلت في الايه. هتاكد ازاي؟ هتلاقي لوس اوف لانج سلايدنج. يعني ايه لوس اوف لانج سلايدنج؟ المفروض اللانج بتعمل عامله زي الستاره كده راحة جاية كده. راحة جاية كده عمالة عاملة زي الستارة راحة جاية، ده اللي اسمه لانج سلايدنج. لو لوست دي أو لقيت حتة فيها لانج سلايدنج وحتة ما فيهاش لانج سلايدنج وإن بتوين، ده بسمه لانج بوينت. لو قلبته إن موت، لو قلبته إن موت هتلاقي كلنا عارفين الباركوت ساين، يعني المفروض إن أنا عندي الحته ان الشيست وول بيبقى عامل زي خطوط واللنج النام موفابل بتبقى عامله زي الرمل كده. لو اتقلب كله نام موفابل بقى عامل كله خطوط بالام مود، يبقى انا دخلت في نيموسوركس. طب البلورال بايوبسي، البلورال بايوبسي طبعا انا عندي سسبكتد مالجنسي ان دايجنوز ديفيوجن سسبكتد تي بي. طب الكومبليكيشن قد ايه من السونار جايد بلورال بايوبسي؟ الكومبليكيشن المعروفة كلها لا تزيد عن 1%. ازاي ازود الييلد بتاعي؟ احنا كنا عملنا بيبر على الموضوع ده، الييلد بتاع او الدياجنوستيك ييلد بتاعه الترو كات بلورال بايوبسي، لقينا حجم الابره والمكان الموست سيكند هو ده، يعني كل ما السيكنس عدى ال 2 سنتي او في نوديولاريتي او في ماس، يعني كل ما اشارات المالجنسي والكور بتاع النيد اللي انت بتستعملها كل ما كان الكور. عشان كده البلورا بايبسي مش بس الناس نفذتها بتروكات، التروكات الموست كومن
قريت بيبر لدكتور جمال والتيم بتاعه من تقريبا من 2016-2017 انهم اشتغلوا البلورال بايوبسي بالفورسيبس بتاع السراكوسكوب، وقاموا المانوفر كله بالفورسيبس بتاع السراك من غير ما يركبوا شيست تيوب. ده ميزوسوليوم اهو الفورس بتاعه السراكوسكوب اشتغلوا بيه دقيقتين بس كده. الفورس بتاع السراكوسكوب اشتغلوا بيه البلورال بايوبسي عشان بس يزودوا حجم البايوبسي. عندنا في المنوفيه اشتغلنا ابرام نيدل جايدد بالسونار برضو عشان نزود حجم البايوبسي. نمبر اوف سامبلز، المهم ان انت يعني خد على قد ما تقدر، ما تقلش عن 2. طب واحده كفايه؟ يعني واحده كفايه. طب افرض طلعت نكروتك، هي بالناكد اي يعني ممكن اشوفها بالناكد اي مش نكروتك وتتحلل تطلع نكروتك، فبلاش المخاطره بواحده دي الا اذا ما كانش قدامك اوبشن. عند ستريس ده انا يخش منك في نيمو، عن انكو اوبراتيف بتاخد واحده وتطلع. طبعا احنا عامل محدد المكان كويس قوي قبل ما اخش، بعيد عن مضخ مشغله كولر دوبلكس، محدده بعيد عن لانج برينكما، محدده المكان اللي هاخد منه كويس بعيد عن نكروتك، وتعقيم زي ما احنا شايفين كده. عقم حدد المكان، حقن لوكال انستيزيا بمشرط بس بتفتح على قد الابره، على قد الابره مش بتفتح فتحه كبيره، يعني ما فيش حاجه لا تعدي 1 ملي في السكن بس. انا كنت عايز اشغل الفيديو ده وهو بسرعه كده بس هيوريك طريقه فتح وقفل التروكات، اشهر حاجه بناخد بيها البايوبسي سواء كابلورا او لانج. اهي بيفتح زي بالظبط بتعمر المسدس، تفتحها لبره وتدخل، دخل بيفاير مش اكتر من كده اهو. ذس از بس هيخش هيفاير، يعني هي بالظبط زي المسدس. اسحب الزنات هتطلع الابره بالطول اللي انا عايزاه، هي لها طولين، فتحت ودخلت طلعت الطول هدخل لحد البتاع وبعدين هفاير، يعني هطلق الرصاص. هو بيوضح ان انت عندك، لو انت مش اكسبرت وعارف انت هتعمل ايه، عندك ماركس، كل مارك كده هو في الابر السيمي اوتوميتد، حتى مش مارك بس، ده بيقول لك سنتي 2 يعني محدد لك الطول اللي هتخش فيه. هي بتفتح وبتقفل على التيشو وترجع انت تفتحه تاني علشان تاخد البيوبس. هو فتحها الاول، بس هو فتحها الاول سحب الزنات زي ما بيقولوا وبعد كده دخل. دخل اهو على المكان اللي انت محدده هيفاير بس وهيطلع، ولما يطلع هيفتح تاني عشان يطلع التيشو اللي خده منها وخلص. بس هيفتح ياخد التيشو اللي خده وخلاص على كده. سو سيمبل. لانج بيبسي نفس الكلام، هي الفكره بس في اللانج بيبسي ان انت عشان تتفادى النيموثوراكس ان انت يبقى اباتنج شيست وول، ولقوا ان البالمونري ديولز الاباتنج شيست وول البريفرال لا تزيد عن 5%، وبالتالي تشانس اوف الترا ساوند في اللانج بايوبسي مش بمزاجنا هي 5%، والباقي كله هيروح للسيتي جايدد بايوبسي. دي لانج ماسه هيت، ودي حاله من عندنا من الاسم سريعا كده فيها بناخد لانج بايوبسي. دخلنا دي الماس، دخلنا بالابره وبس، عملت فاير وطلعت نوت مور يعني. وانا قبلها طبعا محدده المكان وعامله كلر دوبلكس وعارفه انا البلاد فيزل اواي من مين وخلاص على كده. زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا ريال تايم، ان احنا انشورت تايم، انه بيت سايد تيست، ان كلر دوبلكس قدامك، اللانج برينكا قدامك، كل ده كان بي افويدد.
طب انا عزاي عشان ازود التشانس بتاعت البيوبسي بتاعت اللونج، كل ما يكون حجم الليجن من واحد مش اقل من 1 سنتي عشان بس سمول، ومش اكتر من 5 سنتي قوي علشان بيبقى فيه نيكروتك كتير، ولو ان انا ممكن اتفادى النيكروتك، وان العرض بتاعه الوايدز بتاعه على الشيست وول ما يقلش عن 2 سنتي. الكومبليكيشنز بتاعتها من اشهر حاجات اللي بيخافوا من شغل اللانج بارينكما اللي هي النيموثوركس، وهي 2% فيرسس بمقارنه بالسي تي 22%. دي كونسوليديشن هي مليانه، كل ما الاقي انترنال ايكوس كده ومش مرسومه رسم، يعني الريجولار شيجي كده فيسرال بلورا ومليانه دوتس، ده مع انها تكون كونسوليديشن. طب انا هاخد امتى اخد من كونسوليديشن؟ لو انا الكونسوليديشن ده ما انش عارفه النيتشر بتاعته، يعني مش عارفه ده نمونيا ولا مالجنسي، لو انا عارفه ان هو نمونيا بس عايزه اعمل كلتشر وسنسيتيفيتي منه، يعني نوت ريسبوندنج. يعني لو لونج ابسس هندرين الابسس، لو الابسس كان اكتر من 4 سنتي نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت، وان كونتاكت مع البريفرال بلور. وبالتالي الالترا ساوند هي ليميتد في اللونج للبريفرال ليجنز، وفي البلورا هي الايديال تكنيك فور ذا بلورا، والتكنيكس الجديده انها تبقى ببراير كونتراست، دي از فيوتشر. ثانك يو.